مرحبا أصدقائي وصديقاتي. اليوم أريد أتكلم معكم موضوع بشأن تدمير الآثار والإبادة الثقافية اللي تصير بلدنا. ما أعتقد أنه هذه التدمير عشوائي وغير منظم، بل بالعكس هو جزء من خطة شاملة لإبادة الوطن كتراث وإنسان. هذه العملية تقف وراءها أكيد دول حاقدة على بلدنا، وممكن تلاحظون هذا الشيء من متابعاتكم للدول اللي تدعم هذه العمليات التخريب وهذه المنظمات الإرهابية، اللي هي دول لا تمتلك تاريخ، دول عشوائية همجية تكونت قبل كم سنة، ولهذا هي تشعر بالغيرة والحسد الثقافي والحضاري. تريد كل الدول تنعدم مثلها وتصير بلا تاريخ بلا ماضي، واللي يفقد ماضي طبعا يفقد مستقبله ويفقد كينونته. يعني لاحظنا دمر المتحف الموصل كل الآثار البي، واللي قال انه هي نسب نسخ من أدها قليل أصلية هو غير دقيق بهذا الكلام. بالإضافة تدمير تماثيل لاماسو، اللي دي يصير انه هو محاولة إعادة تشكيل المنطقة، تقسيمها من جديد. هذه الخطة اللي دي ينفذها الأغبياء طبعا، بسبب انهم سطحيين بنظرتهم للتغيرات الجارية بالعالم، وأكيد طبعا مستغلين النصوص الدينية ونظريات راديكالية متطرفة وتعادي الحضارة، أعادوا أحياءها من خلال دعاة الدين، وكذلك شيوع الجهل والقنوات العنصرية اللي ازدادت بالآونة الأخيرة. أعتقد حتى وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت بانتشار هذا الفكر المتطرف. الحال شنو؟ الحال انه احنا لازم نوعي شعبنا، ابناء الجيل الجديد، انه يبدون يهتمون بتاريخهم ويبدون يدرسوه ويفهموه، على مود انه بالمستقبل يكون انتمائهم للبلد اقوى، وما تقدر احد من هذه الشعوب الهمجية انه تحرك ضعاف النفوس داخل البلد لتدمير بلدهم.